نحكي مقدمة introduction، الاوتلاين للحكي اللي راح نحكي خلال هاي الساعة القادمة او اقل ان شاء الله. اوكي، مبدئيا يعني شنو الاسئلة اللي تخطر ببالك؟ الاوتلاين مالتنا هي عبارة عن اسئلة تخطر ببالنا عن الانافيلاكسس. اولا، اول سؤال هو شنو؟ What is anaphylaxis؟ هو شنو الانافيلاكسس؟ شلون اعرفه؟ شلون اعرف انه هذا انافيلاكسس؟ شلون صار انافيلاكسس؟ بشكل سريع. النقطة الثانية بعد ما حكينا الديفينيشن شنو الانافيلاكسس؟ الدايجنوسس. زين، انا فهمت شنو الانافيلاكسس، وفهمت شلون يصير، وفهمت شو ينطي سيمتم. شلون انطي دايجنوسس؟ شلون اعرف انه هذا فعلا انافيلاكسس؟ اوكي؟ شلون انطي دايجنوسس؟ النقطة الثالثة يعني المهمة جدا هي التريتمنت. شلون اعالج البيشنت وذ انافيلاكسس؟ اذا عندنا ثلاث محاور أساسية راح نحكي بيها. أولا الديفينيشن، ومهم جدا أن تعرف أنت قبل ما تنطي تريتمنت تعرف أنت دايجنوز ذا بروبلم أو تعرف شنو هي البروبلم. فوات إز أنافيلاكسيس، ثم الدايجنوسيس شلون أشخصه؟ زين، شو أحتاج بالتشخيص؟ شنو التولز؟ أوكي؟ وعليكم السلام دكتور فراس، شكرا شكرا، الله يحفظك. وثلاثة التريتمنت of anaphylaxis، شلون اعالج الانافيلاكسس؟ شنو المانجمنت لاينز مالتي؟ وشنو الدراجز اذا ممكن؟ يحفظ البث ان شاء الله. زين، هاي راح نكتبها، سنحفظ البث ونسوي لها شنو بن حتى تبقى فوق بن كومنت. اوكي، فالبث سيحفظ، ارتاحوا من هالناحية. اوكي، اذا what is anaphylaxis؟ diagnosis، treatment. ما اريد نطول عليكم. اوكي، نبدي بالdefinition، تعريف شنو الانافيلاكسس. anaphylaxis هو severe، بعد من البداية قلنا severe allergic reaction، severe allergic reaction. زين، هو شنو هو الالرجيك رياكشن؟ حتى الانافيلاكسيس از ا سيفير الالرجيك رياكشن. هو شنو هو الالرجيك رياكشن؟ احنا كلنا نعرف الالرجيك رياكشن شنو، بس هو مين جاي؟ ات از ا تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، هايبر سنسيتيفيتي رياكشن في التشبيه يعني شويه سريع، هايبر سنسيتيفيتي از ذا يعني فد problem أو فد مشكلة defect بالimmune system بحيث يصير overreacting. Overreacting to what? Overreacting to molecules أو substances that is usually يعني alerting للimmune system، ولا تسوي stimulation للimmune system بالوضع الطبيعي. أوكي؟ نشبهها مثل واحد دخل حرامي للبيت. زين؟ أنت حسيتك حرامي بالبيت. What is the reaction مالتك؟ على الحرامي تخابر الشرطة، على مود يجون لزمون الحرامي، مو this is the يعني الستاندرد أو الكلاسيك رياكشن. أما إنه أنت تسوي alertness لألوية الجيش العراقي ويجي كل الجيش يوقف بباب البيت ومدرعات وطيارات على مود حرامي، يعني حتى الحرامي يصفن. أوكي، يعني هنا صار هايبر سنسيتيفيتي، يعني كل شيء له رياكشن معين، لما يزيد الرياكشن عن حده يعتبر هايبر سنس. نفس الشيء يعني هذا الالرجين المسكين اللي هو عباره عن فد ايجنت المفروض ما يسوي هيك سيفير رياكشن، يجي ويصير على غفله فد رياكشن ما متوقع سيفير عليه. زين، هذا نسميه انافيلاكسيس، ونسميه هذا A substance that induce this immune reaction سميه allergen، اللي سوى allergic reaction. إذن allergic reaction هو عبارة عن type 1 immediate hypersensitivity reaction. Allergic reaction هو type 1، لأن hypersensitivity زين مثل ما تعرفون بيها types، type 1, type 2, type 3, type 4. Type 1 هو immediate، type 2 هو cytotoxic، type 3 هو immune complex، تايب 4 هو الديليت. تمام، احنا هسه موضوعنا مو الهايبر سنسيتيفيتي رياكشنز كلها، موضوعنا بس الاميديت اللي هو الالرجيك رياكشن. الالرجيك رياكشن اللي سيفير فورم مالته هو الانافلاكسيس. اتفقنا؟
هسه الانافيلاكسيس فيهم فورم اوف الرجيك رياكشن. الرجيك رياكشن از ان اي جي اي باثوفيزيولوجي از ان اي جي اي ميدييتد رياكشن. الرجيك رياكشن اللي يصير بسبب انه الاميون سيستم زين هايبر سنسيتيفيتي رياكشن لسبستانس معين زين. الرجيك رياكشن اللي هو تايب 1 هو اي جي اي ميدييتد. خلينا نحكي القصه من البدايه شنو اللي صار. اللي صار التالي بالالرجيك رياكشن، هسه نحكي بس الرجيك رياكشن وبعدين نحكي السيفير الرجيك رياكشن اوكي اللي هو الانفلاكسس. بالالرجيك رياكشن دخل فت سبستانس او الرجي نسميه احنا هنا، ما طول هو يسوي الرجيك رياكشن فهو نسميه الرجي. هذا السبستانس شنو ممكن يكون، شنو ممكن يكون هذا السبستانس؟ عاده بروتين، عاده بروتين. البروتين از لارج مولكيولز، مولكيول كبير، فكان بي ايزيلي ايدنتيفايد. اذا كان بروتين غريب عن الجسم زين، it can be easily identified by the immune system. تمام؟ فشنو ممكن يكون هذا البروتين؟ شنو ممكن يكون هذا البروتين as an allergen؟ شنو الشغلات اللي ممكن تسوي allergen؟ Okay؟ What is in your mind؟ شنو ممكن يسوي allergen؟ For example، substances جاية من food، من food أكو substances موجودة بالfood مثل common allergens أو common food that cause allergic reaction مثل النuts، مثل البنانا، مثل الstrawberries، مثل الفيش زين. common allergic reaction inducing foods ممكن induced allergic reaction by stings by hymenoptera bee stings زين، بكل أنواعها ممكن يسوي لنا allergic reaction. Involvement of يعني substances by contact مثل اللاتكس allergy زين، allergy to latex مثل gloves، latex gloves ممكن يصير allergy قسم من people عندهم يصير عندهم allergy to latex فيصير عندهم latex. المهم اكو substances تسوي allergy. Drugs، الدرجز مشكلتها is small molecules، drug small molecules، فعادة by itself the drug by itself شو راح يسوي؟ ما يسوي يعني الالرجيك سوري الاميون سيستم ما يشوفه لان صغير، سبستانس صغير، فيحتاج شو يسوي؟ بايند تو بروتين، يعني يصير هابتين باوند تو بروتين حتى يصير الرجين. اوكي ذاك الوقت ايدنتيفايد باي اميون سيستم ويسوي الرجيك رياكشن بغض النظر. اذا هاي كلها ممكن تكون الرجين، هاي الالرجين تدخل للبادي الاميون سيستم يباوع عليها بالبدايه. من تدخل هاي الالرجين فيرست تايم الاميون سيستم يجي ويصفن عليها، ذس از ا نيو، بعد ما متعرف عليها يبدي يتعرف عليها. هاي بالفيرست اكسبوجر يبدي يتعرف على السبستانس وشنو وضعها وكذا وما ادري شنو، يصير عنده ميموري زين. يصير اي جي اي برا فتره اوكي، هاي الاي جي اي تكون مرتبطه بماس سيلز ومتحضره. اخاف هذا الالرجين يرجع مثلا يدخل للبادي اجين زين، هاي الاي جي اي مرتبطه بالماس سيلز اوكي، والماس سيلز بيها جرانيولز فول اوف سبستانسز ذات كوز الرجي. فمن يجي اجين هذا السبستانس او الالرجين يدخل للبادي، يلقى البادي كان ريكوجنايز يتذكر هذا الجسم، هذا المولكيول او هذا السبستانس از غريب زين، ودخل مرة ثانية للبادي، فراح يصير عندنا رياكشن. يجي السبستانس يلزق بالاي جي اي تمام، فيصير عندي ديجرانيوليشن، المولكيولز اللي موجودة بالماس سيلز يصير بيها ديجرانيوليشن وتطلع سبستانسز. السبستانسز مثل الهستامين وغيره، لوكوتراينز وغيره، ذني از ان اكتف مولكيولز يسوي لنا رياكشنز. شو تسوي هاي الهستامين؟ الهستامين ياثر لي على الفيزلز، بلاد فيزلز، يسوي لي فيزو دايليتيشن، انكريز بيرميابيلتي، فيصير بورينج اوف ذا فلويدز زين اوتسايد ذا بلاد فيزلز، فتطلع عندي الاديما، تطلع عندي الساينز زين مال اديما، وذر كانت ارتكاريال اديما او انجيو اديما زين. يسوي عندي ايضا ممكن تاكيكارديا زين، يزيد الفورس اوف كونتراكشن ويزيد الريت اوف ذا هارت اوكي. الفيزو دايليتيشن ممكن تسويها هايبوتنشن، بعدين نجي نحكيها بالكلينيكال برزنتيشن. المهم هذا الايفكت اوف هيستامين زين، فيطلع عندي سيمتومز، ممكن سبيكترم اوف سيمتومز من مايلد سيمتومز فد سمول ارتكيريال رياكشنز
زين وبعدين راح نشوف الكلينيكال برزنتيشن الى حد ما ممكن يصير سيفير انافيلاكسيس اللي يصير سيستميك سيمبتومز من لوكال الى سيستميك سيمبتومز وايد رينج اكوردنج عده عوامل ممكن يعني تاثر على شنو السيفيريتي اوف ذا رياكشن. اذا الموضوع كالتالي دخل الالرجين تو ذا بودي زين previously البودي is sensitized to زين متحضره الاي جي اي ليدن ماس سيلز يجي هذا الالرجين يرتبط بالاي جي اي يصير دي جرانيوليشن تطلع ميدياتر يصير عندي رياكشن حلو هذا نسميه الرجيك رياكشن. اذا صار سيفير نسميه انافيلاكسيس اذا صار سيفير وسيستميك نسميه انافيلاكسيس. اكو مصطلح قد تقروه بالكتب فايتس وورث منشنينج ات ناو اللي هو الانافيلاكتويد رياكشن سامعين بيها سامعين انافيلاكسيس وسامعين انافيلاكتويد. هسه يعني انافيلاكسيس هذا الرياكشن اللي قلنا انافيلاكتويد از رياكشن يشبه الانافيلاكسيس بس هو مو انافيلاكسيس. يعني شلون يعني الرياكشن از نفس الطبيعة ونفس الباثوفيزيولوجي اوف انافيلاكسيس هذا الرياكشن انافيلاكتويد بس مو اي جي اي ميدييتد. فد ايجنت whatever the agent يجي ويسوي دايركت degranulation of mast cells بدون ان يكون اي جي اي ميدييتد فما يتسمى انافيلاكتيك يتسمى انافيلاكتويد. يعني هو يشبه الانافيلاكسيس هو مو نصرت هو نصرتويد يشبه نصرت اوكي فهذا يشبه كأنه هو بس هو مو انافيلاكسيس طبيعته لانه مو اي جي اي ميدييتد اوكي. فاجى الايجنت سوى دايركت ديجرانيوليشن بدون ان يكون وما يحتاج فيرست تايم سنسيتايزيشن يعني ممكن من الفيرست اكسبوجر يسوي لي الريسبونس. صراحه يعني كتب الـ يعني الميديسن الامرجنسي ميديسن اور وات ايفر الكتب اللي تعنى بهذا الموضوع كلينيكال يعني ما تكتب انافيلاكسيس انافيلاكس كلها تعتبر انافيلاكسيس يعني مو كلش امبورتنت هذا الفرق هسه بالنسبه لنا لانه التريتمنت يعني الكلينيكال برزنتيشن زين مالتها والباثوفيزيولوجي مال البروبلم ابارت فروم انه هو هذا يكون مو اي جي ميديت از ذا سيم فما طول التريتمنت كلينيكال برزنتيشن از ذا سيم ككلينيشن احنا مو كلش مهم عندنا انه نميز هذا انافيلاكتيك او انافيلاكتويد زين رياكشن على مود يعني كلينيكلي بالكتب مالتنا قد تلقون بس انافيلاكسيس. اذا مرت عليكم كلمه انافيلاكتويد صار واضح الفكره والمفهوم مالتها. سمري سريع يدخل الالرجين للبادي يسوي ستيميوليشن للاي جي اي ليدن سوري ماس سيلز اللي هي مملوءه بالجرانيول يصير دي جرانيوليشن يطلع عندي يصير رياكشن او قلنا دايركت degranulation sometimes اكو agents سوي direct degranulation يصير عندي reaction اوكي هذا pathophysiology of allergic reaction anaphylaxis. وقلنا الانافيلاكسيس severe allergic reaction اذا صار بشكل severe او systemic مو بس local راح يصير عندي ما يسمى بالانافيلاكسيس. شنو symptoms of anaphylaxis anaphylaxis شلون يجي clinically presentation symptoms of anaphylaxis اوكي من تطلع الميدياتر تسوي changes هاي changes تسوي إديما قلنا تسوي decrease بالبلود بريشر تسوي تاكيكارديا زين هاي كلها ممكن تكون symptoms. خلينا شوية اسويها systematic اوكي شوية اسوي اكو symptoms related to the skin هسه قبل ما نحكي diagnosis نحكي clinical presentation بعدين نحكي شلون نسوي diagnosis skin بالskin والmucous membrane skin and mucous membrane شنو ال clinical manifestations بالسكن نشوف two types of patients urticaria وانجيو ايديما. هسه شنو الفرق بين الارتيكاريا والانجيو ايديما؟ الارتيكاريا يصير عندي الايديما بالسوبرفيشال لاير اوف ذا سكن زين بالابيديرمس الانجيو ايديما يصير ديبر بالديرمس زين هذا فرق اثنيناتهم هي ايديما زين بس الارتيكاريا رياكشن مور سوبرفيشال انجيو ايديما اس دي. الارتيكاريا شي يصير عندي raised مرتفعه لانه ايديما وسوبرفيشال raised زين اريثيماتوس سكن ليجن وعاده بروريتك تحك زين raised مرتفعه اوكي ويلز سموها raised اريثيماتوس
حمراء ومرتفعه واتشي تحك واتشي بروريتك تحك تمام. هاي الارتكاريا. الانجيو اديما ما يصير عندي ريز، يصير سوالنج بكل سكين. ليش؟ هي ديب، يصير سوالنج. عاده الانجيو اديما وين تصير؟ الانجيو اديما تصير بالفيس والنك والاكستريميتيز. فيس نك اكستريميتيز هاي اللي تشوفها جوا بالميوكس ممبرين مال الاورال كافيتي، التونج، اليوفيولا، الفارنكس، اللارنكس، كلها ممكن تكون انفولد بالسوالنج مال انجيو اديما ميوكس ممبرين تمام. فاذا الارتكاريا اشوفها على السكن اوكي. ولهذا البيبي لازم الادلت ممكن they recognize the urticaria and may يعني confess ويقول لك انه عندي اني عندي هاي الراش طلعت عندي. بس البيدياتريك بما انه اذا صغير عمره ما يحكي you must expose the patient على مود تلقى هاي المانيفستيشنز. without exposure it may be hidden وما تشوفها وقد ما تميز انه هذا البيشنت عنده allergic reactions. المهم urticaria انجيو اديما يصير عادة بالفيس الماوث يعني اللبس زين والاكستريميتيز بالميوكس ممبرين جوا بالماوث من تفتح تلقى بالتونج وتلقى باليوفيلا اللارنكس والفارنكس كلها ما انفولفد اوكي. هاي الانجيو اديما والارتكاريا هاي سكن مانيفستيشنز. زين شنو غير السكن؟ زين ممكن الكارديوفاسكولار سيستم. احنا قلنا الانافلاكسيس از ان الرجيك سيفير الرجيك رياكشن سيستميك انفولفمنت. فكارديوفاسكولار سيستم شنو ممكن؟ ديسرادميا واحده منها تاكيكارديا، تاكي ديسرادميا ممكن يصير عند البيشنت، تاكي ديسرادميا، هايبوتنشن وعرفنا زين عرفنا الهايبوتنشن يصير بسبب الفيزو دايليتيشن اللي يصير. فاذا هي الهيستامين اللي سواه تاكيكارديا ويصير عندي ديسرادميا ممكن يسوي لي ايضا هايبوتنشن عند البيشنت. طبعا تعتمد من بيرسون تو بيرسون فاريشن زين السيفيريتي. ريسبيرتوري سيستم شنو ممكن يصير تشينجز بالريسبيرتوري سيستم؟ شنو البيشنت من شنو تعطي سيمتومز؟ شنو المشكله؟ ريسبيرتوري سيستم ممكن يصير عندي برونكو كونستريكشن تضيق البرونكاي اوكي. برونكو كونست وتنطي فيتشرز مثل الاسما زين مثل الرياكتيف ايروي ديزيز. يصير عند البيشنت ويز، تمام. ف ات لوكس لايكس انه البيشنت اسماتيك رياكشن اوكي، مثل الاسماتيك رياكشن بيشنت ويز، بيشنت ريسبيرتوري ديستريس يصير عنده اوكي. هاي الريسبيرتوري سيستم ممكن يصير عند البيشنت كاف، ممكن البيشنت عنده ديزنيا، ممكن البيشنت تشست بين زين اذا حكيناها ويا الكارديوفاسكولار سيستم تشست بين اوكي. ممكن كلها مانيفستيشنز مال ريسبيرتوري سيستم انفولفمنت. بعد شنو سيستم انفولفمنت؟ سيستم شويه مو بالبال دائما انه هو الرجيك. الجي اي سيستم ممكن بالالرجيك او الانافلاكسيس ممكن ينطيني سيمتومز شويه مو دائما من بال. لا تبالكم بس دائما احنا ذني تو سيستمز اللي نفكر بيهم ريسبيرتوري والكارديوفاسكولار. الجي اي ماي انفولفمنت ينطي برزنتيشن اوكي. شنو البرزنتيشن بالجي اي؟ patient يجي abdominal cramps، ألم بالبطن، abdominal cramps، nausea and vomiting، وممكن diarrhea. patient ذني features ممكن بسبب involvement of the GI system. واضح؟ إذن cardiovascular، respiratory، GI. شنو بعد غير cardiovascular، respiratory، GI، skin، ENT. إحنا قلنا throat involvement. throat involvement إذا صارت إديمة زين قوية بالثروت ممكن البيشنت يصير عنده some sort of respiratory obstruction. بالبداية ينطيك symptoms ممكن you predict انه هذا البيشنت ممكن يصير عنده obstruction to the upper airway. شنو هاي symptom؟ fullness in the throat. دكتور احس كأنه اكو فد لقمة موجودة جوا، اكو فد شي مليان، احس الثروت اكو fullness موجود جوا. او البيشنت يصير عنده hoarseness of voice ذني warning signs. البيشنت من تشوف عنده ذني خاف هذا ممكن يصير عنده airway obstruction. واضح؟ زين هذا بالثروت. ممكن تتطور الى سترايدر. السترايدر بين anaphylaxis مو دائما نشوفها تزرير، بس من تشوفها it is ominous، فشي كلش يخوفك. من وصل مرحلة السترايدر ترى صار عنده سيفير obstruction بالأبر أور. لا توصل لها المرحلة إذا تشك إنه البيشنت، إذا وصلك هيتش لا تسيت يعني أنت ما بيدك شيء. لكن إذا البيشنت تتوقع إنه يوصل هيتش مرحلة be careful you must manage، وبعدين نحكي بالمانجمنت قبل ما يوصل البيشنت للسترايدر.
اللي شنو السيمتومز الورنينج؟ فولنس ان ذا ثروت وهورسنس اوف فويس. من تشوفها اتوقع انه البيشنت ممكن يصير عنده سيفير وممكن يوصل الى مرحله ايرواي اوبستراكشن، ابر ايرواي اوبستراكشن. شنو بعد سيستمز ممكن تكون انفولد؟ الجينيتو يورينري سيمتومز، ممكن البيشنت يعاني من ديسيوريا، الاوفثالمولوجي بيشنت ممكن اي انفولفمنت. اذا كل السيستمز ممكن يصير بيها some sort of involvement. Neurological, patient يجي headache، يجي patient ممكن seizure حتى، زين بالallergic reactions okay أو بالanaphylaxis. فإذا كل ذن systems ممكن تكون involved. واضح؟ هاي ال clinical presentations من skin والmucous membrane إلى حد ال cardiovascular system, respiratory system, GI, throat يعني ENT. البيشنت يصير عنده اي، ممكن جينيتال يورينري، ممكن نيورولوجيكال سيمتومز. كل هاي سيمتوم سيستميك سيمتومز ممكن تكون اوف انافلاكسيس. دكتور شوي وي ار كونفيوزد، يعني هنا السيمتومز هاي كلها نيجي نسوى؟ لا مو كلهم، ممكن بيشنت اللي عنده جزء من السيمتومز، مو كلهم، مو كل ذني. زين شلون اميز؟ يعني بيشنت يجيني ابدومينال بين، فوميتنج، نوزيا، يعني بعيد انه افكر بال anaphylaxis. شنو الموضوع؟ شلون الدايجنوس؟ دايجنوسس صراحة one of three ways حتى انه انطي دايجنوسس انه هذا البيشنت is in anaphylaxis. عندك وحدة من ثلاث definitions. اوكي قلنا هي البيشنت عنده systemic reaction. فاول اول definition حتى to diagnosis anaphylaxis، اولا البيشنت عنده فد skin and mucous membrane manifestation اللي حكيناها. البيشنت عنده flushing، عنده edema، عنده generalized itching، عنده الانجيوديما اللي حكينا عنها، edema of the lips, tongue, uvula. اوكي developed over، انتبه كلش مهم بالانافيلاكسس بصوره عامه او الallergic reaction انه يكون الانفولفمنت والبروجريشن اوف سيمتومز within a short time مهم جدا، وشرط من شروط انه تقول هذا البيشنت ممكن يكون انافلاكسس انه الديفلوبمنت اوف ساينز اند سيمتومز يكون within a short period، يعني within minutes to hours، within minutes to hours. شرط من شروط انه تقول انه هذا البيشنت عنده انافلاكسس. واضح؟ اذا البيشنت عنده وحده من ذني سكين او ميوكس ممبرين مانيفيستيشنز حكيناها ايرليير ما يحتاج اعيد. اوكي بلس واحد من ثلاثه، يا اما وياها respiratory distress او hypoxia، يعني involvement مال respiratory او hypoxia، زين او وياها hypotension يعني cardiovascular، زين اوكي hypotension or او اكو organ dysfunction. مثل ايش؟ patient ممكن يكون hypotonia، patient hypotonic، زين تعبان هالكان والتون مال مسل، تون مال مسلز مالته، زين سينكوبي او انكونتيننس، ان كون سيننس. واضح؟ اذا البيشنت عنده سكين او ميوكس ممبرين مانيفيستيشن عاده سيستميك، يعني عنده ارتكاريا رياكشن، عنده انجيوديما، عنده جنرالايزد اتشينج، عنده فلاشينج موجود بكل البادي مالته. اوكي ليبس سويلينج، فيس سويلينج، بلس وحده من ذني ثلاثه، ريسبيريتوري زين ديستريس او هايبوكسيا، هايبوتنشن يعني سي في اس كولابس، ووحده من الاورجان ديسفانكشن، عنده اورجان او اورجان ديسفانكشن مثل هايبوتونيا اور سينكوبي اور انكونتيننس، بلس ذني المانيفيستيشن. هذا تعتبره البيشنت از ان انافيلاكسس. هذا ممكن دايجنوز. بالمناسبه ما حكينا عن هيستوري اوف الالرجين اكسبوجر، لانه انت هنا اجاك البيشنت بدون ما تعرف انه عنده الالرجيك اكسبوجر، الالرجين اكسبوجر اور نوت، زين اجاك وذ ذيس مانيفيستيشن قول عن انافيلاكسس. الديفينيشن الثاني البيشنت عنده فد الالرجين اكسبوجر، زين البيشنت عنده الالرجين اكسبوجر اوكي وديفلوبد السيمتوم، قلنا احنا اتفقنا within short time minutes to hours وديفلوبد سيمتومز. السيمتومز ريليتد تو اثنين اور مور اوف فور سيستمز، اثنين اور مور
of four system. Patient يصير عنده allergic exposure to allergen, will develop symptoms. زين بشكل in a short time. Okay. واحدة من ذني اثنين من ذني أربعة system. Skin and mucous membrane. CVS. وقلنا hypotension, dysrhythmia, زين و respiratory compromise, patient dyspnea, patient bronco spasm features مثل الويز, okay, أو GI اللي هي ممكن cramps, vomiting. واضح؟ يعني patient عنده allergic exposure, allergen exposure, exposure to allergen, وإجاك يعني خلال ورا الاكسبوجر within a short time minutes to hours اجاك with اثنين or more من ذني المانيفستيشن اوف ذني سيستمز. واضح؟ هذا الديفينيشن الدايجنوسيس دايجنوستيك كرايتيريا الثاني. او البيشنت اني بيشنت اكسبوزد تو ا نون الرجين. Any patient that exposed to a non-allergen, معروف هذا الallergen بالنسبة له, زين, وإجاك with hypotension, طبعا أكيد within a short period, هو التعريف إحنا قلنا, يصير within a short time, okay? Non-allergen وجاك hypotension, consider anaphylaxis. أي patient إجاك with a non-allergen وجاك hypotension, consider anaphylaxis. إذن بشكل سريع, الdiagnosis يحتاج, زين, واحد من ذني. The definition is enough to diagnose that the patient is in anaphylaxis. عيدة بشكل سريع. الأول criteria الأولى أي وحدة تختار okay. أي وحدة تجيك زين ممكن تستخدمها. زين أي وحدة تجيب بالك استخدمها ممكن إنه to diagnose patient anaphylaxis. أولا patient اللي عنده skin without history of allergy ما تعرف إنه أكو allergy أو هو ما يعرف إنه أكو allergy. زين skin with mucous membrane involvement حكيناها plus واحد من ثلاثة respiratory distress أو hypoxia. Hypotension or organ dysfunction. يما hypotonia, syncope or incontinence, for example. النقطة ال diagnostic criteria الثانية. Patient is exposed to allergen within a short time with اثنين or more of these system involvement. Skin and mucous membrane, CVS قلنا مثل hypotension أو tachydysrhythmia, respiratory system compromise, or GI symptoms. أو النقطة الثالثة any patient exposed to a non-allergen jack hypotension consider anaphylaxis. إذن هذا صار تعريف عندنا diagnostic criteria to diagnose anaphylaxis. نجي على الجزء الأهم زين من الشرح مالتنا مال اليوم ألا وهو التريتمنت المانجمنت. من إجاني هسه أني شخصت وصلت إلى مرحلة أني طيت diagnosis الأنافلاكسس أني عرفت إنه هذا patient is anaphylaxis. شو راح أتعامل وياه بالمانجمنت تريتمنت. التريتمنت عندنا first line وعندنا second line. طبيعة الحال ياهو الأهم أكيد الفيرست لاين. الفيرست لاين أكيد أهم من السكند لاين. السكند لاين تجي بعدين. أوكي السكند لاين تجي بعدين. الفيرست لاين مانجمنت واحد open airway or secure the airway. Plus oxygen. This is first. وبعدين نجي نناقشها. اثنين راح اكتبه كلش كبير حتى يصير واضح. لان اثنين بس ما راح اخذ كل الورقة. ايبي. نفرين. ايبي نفرين. حطه هيجي كلش كبير على مود كلش تنتبه عليه. لان كلش مهم من نجي نحكي عليه ان شاء الله. ثلاثة. IV fluids لا سوري الاي فلويدز خليها أربعة IV fluids خليها هاي ثلاثة اثنين سوري أنا يعني المفروض أحكي اثنين decontamination أوكي okay. إذا صار عندي one open airway oxygenation open the airway secure the airway and oxygen giving oxygen اثنين decontamination ثلاثة epinephrine كلش كبيرة صارت قبالكم أربعة IV fluids ذني الفيرست لاين نجي على السكند لاين
السكند لاين مو بأهمية الفيرست لاين، هي المهمة. إذا البيشنت عود ما يستجيب للفيرست لاين أو كل السيفير رياكشن، ممكن ننطي السكند لاين بعد عدم الاستجابة أو بعد أنه نشوف البيشنت من البداية سيفير رياكشن. السكند لاين أولا الكورتيكو أو الأنتي هستامين، أنتي هستامين زين، اثنين الكورتيكو ستيرويدز، ثلاثة البرونكو دايليترز، أربعة مو شرط كلهن نحتاجهم بالمناسبة، أربعة فيزو بريسرز، وخمسة جلوكاغون. وأشتيدك أحمد، جلوكاغون. أوكي، فعندنا first line، عندنا second line. قبل ما أجي أحكي على management I forget to tell you something، إنه الدياجنوسيس طبعا قلنا مال الانافلاكسيس از كلينيكال، الدياجنوسيس از كلينيكال. اكو تيست او انفستيجيشن اي، اكو الهستامين ان ذا بلود، ممكن يسووا له تيست ويشوفون اذا الهستامين موجود. بس مشكلته شنو الهستامين؟ انه الهستامين ينزل زين او يكون undetected، يعني يبقى بالبلود for 5 to 30 minutes after the onset مال الالرجيك رياكشن او الانفلاكسس. زين هذا من يوصل للمستشفى يعني عاده ما تلقى الهستامين بالبلط. او اشتيدك يا احمد التريبتيز يطول اكثر، يطول ساعات. بس it is of no يعني diagnostic importance كمانجمنت، يعني انت ما راح تعتمد عليه بالمانجمنت حتى تو دايجنوز ذا دايجنوز كلينيكال. الى ان انا اقعد انتظر الى ان يطلع عندي التريبتيز والبيشنت از ان لايف ثريتنينج كونديشن، يعني ما انطي مانجمنت وما اعتبر انافلاكسز، انتظر التريبتيز الى ان يطلع، اكيد لا. راح اسوي الدايجنوز كلينيكال بعدين عود التريبتيز ممكن يطلع عندي تو كونفيرم ذات انه البيشنت ممكن يكون انافلاكسز. اوكي، مشكلته مو سنسيتيف، يعني تقريبا 30% من البيشنتس ممكن ينزل عندهم او اصلا ما يرتفع عندهم التريبتيز. فخلي ببالك ات از كمانجمنت انا ما اعتمد على الانفستيجيشن، اعتمد على الكلينيكال. بعدين هذا ما يكونفيرم انه كان الموضوع انافلاكسس، بس خلي ببالك انه حتى لو طلع نورمال ستيل انه 30% يطلع عندهم نورمال. اوكي، نجي على المانجمنت. أول شيء open the airway، إنه البيشنت اللي عنده sign symptoms you suggest إنه الانجيو إديما severe وممكن تصير به airway obstruction، وقلنا شنو ال early features اللي تدلك على إنه الايرواي بخطر، ال upper airway هي sense of fullness in the throat، يحس الثروت مالته مورم أو يحس فد شيء مملي. دكتور أكو فد شيء عباك لقمة، أكو يعني أحس يعني المنطقة هيك عباك منفوخة. أوكي، والنقطة الثانية ممكن البيشنت يجي hoarseness of voice، hoarseness من يحكي اوكي الفويس ما تاكو بيه المشكلة بسبب الإديمة اللي موجودة باللاركس، ما يحكي مثلي هيك واضح hoarse voice hoarseness. اوكي، صارت واضحة hoarseness. هذول البيشنت انت لازم تخاف consider early intubation. ليش؟ لانه لمن اذا صار البيشنت عنده severe airway obstruction أو وصل إلى مرحلة سترايدر، يا حبيبي يصير عندك الـ airway management is very difficult. إذا يعني ممكن أنت تفقد البيشنت بعد، ما تقدر تسوي إيش، ما تقدر تحط التيوب، وتوصل إلى مراحل ممكن تحتاج كريك زين، وممكن يعني you may lose the patient. فلا توصل البيشنت هيك مرحلة، consider intubation. إذا وصلك هو أصلاً مرحلة متأخرة that's it. أنت يعني ما بدك شيء، ابدي early management وحاول. بس إذا وصلك هو وانطاك warning لا تنتظر إلى أن يوصل إلى هيك مرحلة. أوكي، النقطة الثانية أكسجين. الأكسجين المن ننطي، من يستحق الأكسجين؟ الأكسجين ننطي to titrate the saturation الـ SaO2 أو الـ SpO2 فوق 90%.
تنطي اكسجين حتى تحافظ على الساتوريشن ابوف وات ابوف 90%. اوكي هذا بالادلتس والبيتس بوث بالادلتس والبيتس. اوكي although هو النورمال بالبيدياتريك هو ابوف 95 بس اكوردنج للتكست بوك مال 2020 زين تنتنالي يقول فوق ال 90 تايتريت ذا اوكسجينيشن وذر ادلت اور بيدياتريك الحد ال SpO2 فوق ال 90%. اوكي هذا اول نقطه اللي هي open the airway and give oxygen للبيشنت. وحكينا شو وقت نسوي opening the airway او نسوي securing the airway نحط intubation وشو وقت ننطي oxygen. النقطه الثانيه decontamination remove the agent. اذا البيشنت is still exposing يتعرض still in exposure to the offending agent الايجنت اللي تشك هو سبب البلوى اوكي stop it. يعني مثلا drug infusion قاعد يتعرض لدرج انفيوجن وتعتقد انه هذا البيشنت ورا الدرج انفيوجن صار عنده اي ستوب ذا انفيوجن ايش منتظر او البيشنت قرصته نحله شوفوا النحله ممكن الستينجر مالتها يبقى حتى لو صار ديتاش لو اما النحله تبقى مشنقله زين او النحله راحت يبقى الستينجر مالتها ريموف ذا ستينجر ريموف واكو طريقه كلش حلوه ان ريموفينج ذا ستينجر وذاوت تعصرها مو تعصرها بيدك زين الريموفال مالتها ان شاء الله يعني شوف اذا اكو فيديو مناسب نكراكم اياه على مود شو تسوي لان ستينجر يبقى ينطي انجكشن اوف ذا سبستنس حتى لو الانسكت از ديتاتشد يبقى از اكسبوزينج ذا بيشنت تو الرجي واضح اوكي ريموف زين ابو الفود اللي ماخذ فود وصاير عنده الرجيك رياكشن او انفلاكس بسبب فود غاستريك لافاج اسوي له يعني ديكونتامينيشن بروسيجر قالوا لا ابو الفود اذا تشك انه انجستشن اوف فود زين مو موجود ببطنه بعده نو ايفيدنس اوف بنفيت وبالعكس ممكن يسوي هارم ما طول ماكو احنا قلنا احنا هسه ايفيدنس بيست ما طول ماكو ايفيدنس اوف بنفيت وممكن يسوي لك هارم فما تسويه دونت دو غاستريك لافاج اذا تشك ان البيشنت السبب مال الانافلاكسس از فود بون او يعني بسبب الفوت اوكي فاذا الديكونتامينيشن از مهم اذا البيشنت از ستيل كونتينوسلي اكسبوزينج قاعد يتعرض للالرجي النقطه الثالثه ابينفرين بليز ابين وانس انت سويت دايجنوستس راجع بريفيوسلي حشينا على الدايجنوستيك كلينيكال وانس يو دايجنوس بيشنت از ان الرجيك رياكشن بليز بليز give epinephrine. الابينفرين بالانافلاكسيز مظلوم يا اما ما ينطي not prescribed. ليش الابينفرين يخوف؟ شوف الابينفرين is ادرينالين. ادرينالين يشتغل على الهارت الدرج يخوف بس بهيجي حاله انت قاعد تنطيه بدوز ما تخوف بالنسبه لهيجي بيشنت. احنا مو قلنا بالامرجنسي كل شيء كوست بنفيت كوست بنفيت الكوست هنا غاليه الانافلاكسيز ممكن ياخذ روح البيشنت فاني اضطر انطي فد درج اللي هو سيريس مثل الابينفرين بس فاذا انت جمد قلبك وانطي الابينفرين لانه هو اهم درج هنا اهم درج هنا عندنا الابينفرين راح يشتغل على الالفا 1 والبيتا 1 والبيتا 2 ريسبتر على الالفا 1 يقلل السكريشنز اللي موجوده اوكي ويسوي الفيزو كونستريكشن ذات ريفيرت ذا فيزو دايليتيشن ويعدل الهايبو تنشن اللي عند البيشنت او الشوك اللي انافلاكسس بلس هايبوتنشن يقول انافلاكتيك شوك. البيتا 1 ريسبتور على الهارت زين انديوس انكريز بالهارت ريت والكونتراكتيليتي اوف ذا هارت ايضا ممكن تعدل الهايبوتنشن. بيتا 2 تسوي برونكو دايليتيشن. فاذا البنفيشال افكت مال ابينفرين زين از ابروفد بروفد مو بس حكي نظري لا ابروفد كلينيكلي ومن تنطي ممكن انت بعد ما تحتاج حتى السكند لاين ميديكيشن. البيشنت ما يمبروف فالابينفرين واحد اهم درج ممكن ينطي بالانافلاكتيك بيشنت بليز دونت فورجيت بليز اتس ذا فيرست لاين زين هوايه اندر نوت جيفن زين هوايه بيشنت يعني نسبه عاليه نوت جيفن ابينفرين في حاله ويحتاجه ونسبه عاليه ممكن ينطو اندر دوزد اندر دوزد اوكي under dose بال anaphylaxis but patient راح يموت patient is in impending death anaphylaxis severe reaction زين ما
ماكو فد كونترا انديكيشن ابسوليوت بالامرجنسي لما البيشنت از ان امبندنج ديث. اوكي ات از ا فيرست لاين ميديكيشن جيف ات تو ذا بيشنت بليز. بس هسه راح اعطيكم فد بريكوشن وين يوزنج ابينفرين. بريكوشن وين يوزنج ابينفرين بس شوي اصبروا عليه. شلون ننطي الابينفرين؟ اوكي شلون ننطي الابينفرين؟ راح اكتبها بورقه هنا. شلون ننطي الابينفرين؟ خلينا نحكي بالادلت. الابينفرين ادلت وهنا انا بيتس. الابينفرين ينطي اذا كان البيشنت اسمع اذا كان البيشنت هيمودايناميكلي ستيبل. اذا كان البيشنت هيمودايناميكلي ستيبل ننطي الابينفرين اي ام. طبعا هذا الحكي ينطبق على البيدياتريك بس الدوز يختلف. ننطي الابينفرين اي ام. ايش قد ننطي الاي ام ابينفرين الدوز مالته؟ 0.3 to 0.5 ملي جرام. هذا الامبوله الامبول مال ابينفرين اللي هي تخفيفها 1 الى 1000. اوكي ممكن نسحب من عندها 0.5 to 0.3 مل وننطيها اي ام. ليش اي ام هنا؟ لانه الابزوربشن مالتها بتر. وين بيا مسل؟ بالثاي بالدلتويد ما توفر لك جود كونسنتريشن. فانطي بوينت. ما بدي اطول عليكم يعني احكيها بشكل يعني مختصر على مود لا اعطي تفاصيل حق للدخول. 0.3 to 0.5 اي ام. اوكي تنطي كل 5 to 10 minutes ممكن تسوي ريبيتيشن للدوز. اجاك بيشنت هيمودايناميكلي مو هايبوتنسيف اوكي بس انافلاكسس تنطي اي ام ابينفرين 0.3 to 0.5 تنعاد ممكن كل 5 إلى 10. ايش قد تنعاد هسه ما مذكور عدد اعادات كم مره تعيدها ما محدد لك زين يو ريبيت زين. شو وقت تسوي ريبيتيشن اذا البيشنت شفته ما دا يستفيد او دا يرجع يصير عنده رياكشن اجين زين ممكن تعيدها كل 5 إلى 10 دقائق الابينفرين اي ام. اما اذا كان البيشنت بيدياتريك تصير الدوز 0.01 ملي جرام بير كي جي ايضا اي ام وايضا بنفس المبدا تنعاد كل 5 إلى 10 دقائق وين نيدت. اذا انا راح اظل اعيد ليش وقت اذا ريبيتد اي ام انجكشن دزنت امبروف ما قاعد يتحسن البيشنت حول للاي في بولس. اي في بولس تمام. الاي في بولس ايش قد؟ 100 mcg مايكروغرام 100 مايكروغرام given diluted in 10 ml normal saline. جيب نورمال تخفف ال 100 مايكروغرام الى حد 10 سي سي نورمال سيلين وتدفعها زين خلال 5 إلى 10 minutes. تدفعها 5 إلى 10 minutes اوكي تسقيها سلو اوكي وضحت الفكره. طبعا الاي في بلس ما موجوده بلس بالبيدياتريك اكو انفيوجن بعدين راح نجي نحكي. اذا هاي البيشنت اللي ما استجاب للريبيتد دوزز مال الابينفرين كونسيدر بالادلت اي في بولس. كونسيدر بالادلت اي في بولس. او البيشنت اللي بالبدايه اجاك هايبوتنسيف. الهايبوتنسيف بيشنت از نوت سوتابل تو بي جيفن الابينفرين اي ام فننطي اي في. اذا الاي في المن الاي في اذا البيشنت ريبيتد دوزز ما استفاد ريبيتد بغض النظر عن العدد مال ريبيتيشن انت تقرر كلينيكلي زين او البيشنت من البداية جاك هايبوتنسيف لأن شرط من شروط الاي ام انه البيشنت يكون مو هايبوتنسيف. واضح؟ اذا الاي في بلس انطيها بحالتين يا اما ريبيتد دوز ما استفاد او من البداية البيشنت جاك هايبوتنسيف. اذا البيشنت ما استجاب للاي في بلس انطي اي في انفيوجن. اي في انفيوجن الاي في انفيوجن ايش جيت؟ 1 microgram per minute infusion and titrated up according to response. So we titration up according to response. هذا وين؟ هذا بالادلت. بالبيدياتريك 0.3 to 0.5 mcg per minute
infusion. MCG per minute infusion, 0.3 to 0.5 microgram per kg per minute. Per kg per minute. Per kg per minute. زين؟ Per kg per minute. ال 100 microgram بالأمبولة أم الواحد إلى ألف. هاي الأمبولة اللي بيها واحد إلى ألف تخفيف اللي هي كلها 1 مل هو 0.1 مل. يعني تسحبها ممكن بعشر وحدات انسولين. 0.1 مل 10 وحدات انسولين. تتخفف إلى 10 سي سي. هاي 0.1 مل تخففها إلى حد 10 سي سي، يعني تحط وياها 10 سي سي نورمال سيلين. وضحت الفكرة؟ إذا البيشنت من البداية أني إذا كان هيمودايناميكلي ستيبل أنطيه أي إم. أنطيه أي إم. إبنفرين. Repeated every 5 to 10 minutes إذا ماكو ريسبونس. البيشنت اللي multiple doses مال اي ام ابنفرين ومدى يستجيب او من البدايه هايبوتنسيف بالادلت انطي اي في بولس اللي هي 100 مايك زين دايلوتد ب 10 سي سي نورمال سيلين انطيها اوفر 5 تو 10 مينتس خلال 5 الى 10 دقائق انطيها بالبيز عاده ماكو اي في بولس اي في انفيوجن زين اذا البيشنت ما استجاب للاي في بولس زين انطيه انفيوجن اشوف مدى يستجيب اكمل له اي في انفيوجن 1 مايك بير مينيت تايتريت اب اكوردنج تو ريسبونس بالبيدياتريك لا مو بير كي جي 1 بير مينيت بالادلت بالبيدياتريك بير كي جي 0.3 تو 0.5 ملي جرام بير كي جي بير مينيت انطي انفيوجن للبيشنت مستجاب للريبيتد دوزز مال الابنفرين اي ام او من البدايه البيشنت از هايبوتنسيف وضحت هذا الابنفرين اهم دراج هذا الابنفرين اهم دراج بليز لا الادلت مو بير كي جي الادلت بدون بير كي جي اوكي الادلت دوز مالته مو اعتمادا على الويت اوكي ننطي انفيوجن بير مينيت تبوا عليه الابنفرين بليز دونت فورجيت لا تنسى نيفر تنسى اوكي دونت تنسى تنطي الابنفرين بالانافيلاكسيس ايرلي اوكي وين يو دايجنوز انافيلاكسيس consider giving epinephrine بالدوزز هاي وباوع عليه انت من راح تنطي الابنفرين مو خطر اي خطر ابنفرين ممكن يسوي سايد افكت اي واحدة من السايد افكت مالت الخطرة هو ديسرذمية الهارت ديسرذمية زين شو اسوي انا بيجي حالة شوف الاي ام از سمول دوز عادة ما تسوي لك مشاكل بس لما تنطي اي في بلس او انفيوجن راقب البيشنت راقب البيشنت اللي يصير عنده سيريس سايد افكتس ديسرذمية chest pain فد شي related to the heart يخوفك stop the medication إذا البيشنت صار عنده side effect خطرة related to the heart dysrhythmia chest pain stop the medication وضحت الأمور أوكي الأمبولة إيش قلت بيها مال أدرينالين الأمبولة مال إبنفرين بيها 1 سي سي 1 ملغرام 1 سي سي الواحد سي سي بي 1 ملغرام الواحد ملغرام يساوي 1000 مايكروغرام وضحت فلما أريد 100 مايكروغرام أسحب 10% من عنده يعني وعشرة عشر الألف هي 100 فأسحب 0.1 cc 0.1 cc أوكي يطلع عندي 100 مايك زين أوكي خلوها بعدين أحكيكم على أسح أحكيتكم يعني اللي ما فهمه خليها بعدين أحكي له الأمبولة إيش قد بيها وشون نطلع منها بس المهم حفظوا الدوز شلون البولس تنطي نسبيا سريعة 5 إلى 10 دقائق الانفيوجن نستمر بيها سلو أوكي يعني بنطيها بفلويد زين نجي على نرجع على الورقة الأولى قلنا الفيرست لاين هي الأوبن إير واي جيف أوكسجين إف إنديكيتد ديكونتامينيشن تكلم عنها الإبنفرين النقطة الثالثة أي في فلويدز البيشنت يصير عنده فيزو دايلاتيشن فيزو دايلاتيشن شو تسوي تسوي ريلاتيف هايبوفوليميا بس الأسئلة أم سوري وما رح أقدر أقراها وزائدا الوقت قاعد ياخذنا خلونا نكمل المانجمنت وبعدين أشوف إذا أقدر أجاوب الأسئلة حتى لا يطول عندنا يعني يصير اللايف طويل يصير ممل الاي في فلويدز اي فلويد ما طول عندي صار فيزو دايلاتيشن الفيزل صار بيه دايلاتيشن صار عندي ريلاتيف هايبوفوليميا فلازم أعوض فلويدز ايش قد أعوض الفلويدز أنطي بالأدلت 1 to 2 liter بالبيدياتريكس 10 to 20 ml per kg بلس بلس يعني as fast as possible أنطي للبيشنت أوكي هاي البلس يا تايب مال فلويد ايزوتونيك اللي هو من النورمال سيلين أو لاكتيتد رينجر نورمال سيلين أو لاكتيتد رينجر خلصنا الفيرست لاين ميديكيشن ذني ممكن تغنينا على السكند لاين
اوكي ذني ممكن اذا طبقناها صح ممكن تغنينا عن السكند لاين. Sometimes the patient عند severe reaction or doesn't respond to first line فكر انه تنطي السكند لاين reactions. شنو هي السكند سوري سكند لاين agents؟ شنو هي السكند لاين؟ انتي هيستامين عندي انتي اتش 1 وانتي اتش 2 انتي اتش 1 وانتي اتش 2 ريسبتور اوكي بلوكر. شنو الانتي اتش 1؟ دايفنهايدرامين دايفنهايدرامين. ايش قد الدوز مال دايفنهايدرامين او الالرمين بالادلت؟ 25 تو 50 ملي جرام 25 الى 50 ملي جرام. بالمناسبه هذا الانتي هيستامين ممكن ينطي اي في اي ام اور بير اورا اوكي اي في اي ام اور بير اورا بس بالامرجنسي احنا ما طول عندنا لاين عاده ننطي اي في اوكي. هذا الدايفنهايدرامين بالادلت. بالبيدياتريك بنفس الروتس اوف ادمنستريشن بس الدوز 1 ملي جرام بير كي جي 1 ملي جرام بير كي جي. هذا منو؟ انتي اتش 1 دايفنهايدرامين او الارمين انتي اتش 1 دايفنهايدرامين. زين انتي اتش 2 سايميتيدين لدرج المكروه كلش الرانيتيدين اللي هم هسه عليها حكي كل شويه ذني الانتي اتش 2 انتي اتش 2 ريسبتور انتي اتش 2 ريسبتور. الرانيتيدين الدوز مالتها 50 ملي جرام بالعدله بالادلت اي في اوفر 5 مينتس اي في اوفر 5 مينتس 50 الانتي الرانيتيدين 50 ملي جرام 25 50 ملي جرام سوري اي في اوفر 5 مينتس. بالبيدياتريك نص ملي جرام بير كي جي نص ملي جرام بير كي جي اي في ايضا اوفر 5 minutes. هذا الرانيتيدين. السايميتيدين السايميتيدين مكروه السايميتيدين بالالدرلي لا تستخدمه. ليش؟ لانه ممكن الالدرلي عنده كوموربيديتي ويستخدم دراجز. الدراجز اللي يستخدمها هوايه من الدراجز اكو انتر اكشن وذ سايميتيدين. السايميتيدين لا تستخدمه اذا البيشنت عنده هيباتيك او رينال امبيرمنت. السايميتيدين لا تستخدمه اذا البيشنت ياخذ بيتا بلوكر لان البيتا بلوكر تسوي مور سيفير رياكشن والسايميتيدين يعطل الميتابوليزم مال البيتا بلوكر. فاذا لا تنطيل البيشنت ان الدرلي بيشنت بيشنت عنده كوموربيديتي بيشنت يستخدم بيتا بلوكر. السايميتيدين از ما ينطي بيجي حاله او كونترا اندكيتد تستخدم ممكن رانيتيدين. والرانيتيدين هسه صار عليه حكي حطوه بالبلاك ليست ما اعرف بعد ايش نستخدم. المهم هذا مكتوب انه الرانيتيدين هذا الدوز مالته حكينا. السايميتيدين المكروه الدوز مالته بالادلت 300 ملي جرام اي في وبالبيدياتريك 4 الى 8 ملي جرام بير كي جي اي في. زين هذا الانتي اتش 1 انتي اتش 2. كورتيكوستيرويد كورتيكوستيرويد هيدروكورتيزون اللي موجود عندنا بكل امرجنسي لا يخلو اي امرجنسي من الهيدروكورتيزون او المثل مثل بريدنيزولون اللي ما موجود بكل طوارئ. يعني الهيدروكورتيزون ايش قد الدوز مالته؟ طبعا ذني اثنيناتهم كورتيكوستيرويد بس اثنيناتهم ممكن تشتغل مينرالوكورتيكويد اوكي تشتغل مينرالوكورتيكويد. الهيدروكورتيزون يشتغل مينرالوكورتيكويد اكثر من مثل البريدنيزولون فيسوي ووتر ريتينشن اكثر. فاذا البيشنت عنده ايديما او عنده فت فيتشرز مال انه ووتر ريتينشن او عنده هارت فيلر او عنده فت شيء تخاف عليه من الووتر اكسس ووتر لا تنطي هيدروكورتيزون انطي مثل البريدنيزولون لان يسوي لس ووتر ريتينشن. المهم الدوز مال الهيدروكورتيزون 250 الى 500 ملي جرام اي في بالادلت يعني 250 الى 500 ملي جرام الفياله الوحده بها 100 ملي جرام فننطي من فيالتين ونص الى خمس فيالات اوف هيدرو كورتيزون. هذا بالادلت بالبيدياتريك 5 الى 10 ملي جرام بير كيج اوكي اي في. طبعا ماكسيمم دوز هو الادلت دوز هو 500 ملي جرام. مثل البريدنيزولون المثل البريدنيزولون ايش قد ننطي الدوز مالته بالادلت 80 الى 125 ملي جرام اي في 80 الى 125 ملي جرام اي في اوكي. بالبيدياتريك الدوز مالته تصير من 1 الى 2 ملي جرام اي في بير كي جي من 1 الى 2 ملي جرام بير كي جي اي في. والماكسيمم دوز هو الماكسيمم ادلت دوز هي 125 ملي جرام تصير اوكي. ممكن اورال بريدنيزون بس تدوخوا نفسكم بيها عفوا هسه حفظوا بس الهيدروكورتيزون او المثل بريدنيزون.
برونكو دايليتر، حتى ما اطول عليكم. برونكو دايليتر البيشنت اللي عنده فيتشرز اوف برونكو كونستريكشن، البيشنت اللي عنده ويز استخدم له برونكو دايليتر. البرونكو دايليتر نفسها تستخدمها بالاسمه، استخدم سالبوتامول او يسمون البترول، سالبوتامول البترول از نفسه، تستخدم نوبلايزد 2.5 الى 5 ملي جرام، 2.5 الى 5 ملي جرام تنطي نوبلايزد اوكي للبيشنت، ينعاد ممكن كل 20 دقيقه، ينعاد ممكن كل 20 دقيقة. هذا وين بالأدلت، بالبيدياتريك نصصها للدوز، بدل 2.5 إلى 5 صير 1.25 إلى 2.5 ملي جرام بالبير دوز، تنعاد ممكن كل 20 دقيقة. هذا منه؟ هذا السالبيتومول. إذا البيشنت ما استجاب للسالبيتومول ممكن تنطي added to the salbutamol إبراتروبيون برومايد اللي هو أنتيكولينرجيك، إبراتروبيون برومايد اللي هو أنتيكولينرجيك، الدوز مالته 250 إلى 500 ملي جرام بير دوز، وممكن ينعاد كل 20 دقيقة. أو بالبيدياتريك الإبراتروبيون برومايد اللي هو الأنتيكولينرجيك ايجنت ممكن ينطي الدوز مالتن هم نصصها 125 إلى 250 ملي جرام نوبلايزد، ممكن ينعاد كل 20 دقيقة. او مغنيسيوم سلفيت ممكن تنطي ويا تنطي البيشنت سيدي رياكشن ما يستجيب للسالبيتومول ويا الادشن تو ذا سالبيتومول، ممكن تعطي اي في مغنيسيوم. اي في مغنيسيوم شلون ننطي بالادلت 2 ملي جرام اوفر 20 مينتس انفيوجن، بالبيدياتريك 25 ل 50 ملي جرام بير كي جي اي في اوفر 20 مينتس. دنيل برونكو دايليترز، فيزوبريسرز، فيزوبريسرز، كل الفيزوبريسرز اللي ببالك، دوبامين، دوبامين، النور ادرينالين، الادرينالين نفسه اللي حكيناه، الفينيلفرين، لان فيزوبريسرز ممكن تنطي. زين اني ابينفرين ذا ما استجاب راح نطي انفيوجن، زين ليش استعيض عنه فيزوبريسرز ثاني؟ ممكن البيشنت عنده سايد افكتس مال ابينفرين، ابينفرين يسوي سايد افكتس. زين اللي هي التاكيدسريدميا، البيشنت صار عنده تشست بين، صار عنده في المشاكل، زين ممكن تبدله بانذر فيزوبريسر مثل الدوبامين نور ادرينالين. اوكي اخر شيء الجلوكاجون، الجلوكاجون المن للبيشنت اللي يستخدم بيتا، هاي شلون بيتا، بيتا بلوكر، بيتا بلوكر وعنده سيفير، ذول يسوون سيفير رياكشن. شنو السيفير رياكشن؟ يصير هايبوتنشن، باو عليه هايبوتنشن، هايبوتنشن. اوكي اوكي راح اكتب لكم الدوزات او راح اعطيكم جدول موجود بالكتاب بكل، راح انزل جدول موجود بكل الدوزز والدراكس اوكي بالادلت والبيدياتريك. البيشنت هايبوتنشن ما استجاب للفيرست لاين ميديكيشن وهو ياخذ بيتا بلوكر، شو بعي بيشنت هايبوتنشن ياخذ بيتا بلوكر تمام، ما استجاب للفيرست لاين ميديكيشن، انطي جلوكاجون، لان جلوكاجون يقوم يشتغل نفس شغل البيتا اجنست بس يسوي يعني يسوي سكيب للبيتا ريسبتر، يشتغل ما يحتاج له، يشتغل دايركت جوا بالسل. فالجلوكاجون ممكن اذا البيشنت ياخذ بيتا بلوكر وما استجاب للهايبوتنشن مالته ممكن انطي جلوكاجون. ايش قد انطي الجلوكاجون دوز بالادلت؟ الجلوكاجون انطي 1 ملي جرام اي في اوكي، ممكن ريبيتد كل 5 دقائق الى ان يسعد الهايبوتن، الى ان يستعدل الهايبوتنشن. وراها انطي انفيوجن 5 الى 15 مايكروغرام بير مينيت، 5 الى 15 مايكروغرام بير مينيت. البيدياتريك ماكو بي اي في بلس، مباشره تنطي للبيشنت 50 مايكروغرام بير كي جي اي في، سوري ماكو مينت، ماكو انفيوجن، تنطي للبيشنت 50 microgram per kg IV every 5 minutes، 50 microgram per kg every 5 minutes. وطولت عليكم ساعة واحدة هسه ودقيقتين، طولنا ساعة، I'm sorry، بعد ما اريد اثقل عليكم اكثر. هذا الانافيلاكسيس والمانجمنت مالته، راح احكي لكم سمري بدقيقة لكل الموضوع. الانافيلاكسيس الديفينيشن مالته، انافيلاكسيس هو سيفير الرجيك رياكشن، سيفير الرجيك رياكشن. شو يصير بي؟ يصير بي البيشنت اي جي اي ميدييتد ديجرانيليشن اوف ماسل، ويطلع هيستامين ويصير عنده رياكشنز.
الدياجنوسيس مالته one of three ways. يا اما البيشنت عنده skin manifestations plus skin manifestations and skin or mucous membrane manifestations plus وحده من 3 يا اما respiratory distress او hypoxia hypotension او cardiovascular collapse او البيشنت عنده organ dysfunction hypotonia syncope او incontinence او البيشنت عنده history of allergen exposure ووحده من 2 او اكثر من ال system involvement skin mucous membrane respiratory compromise cardiovascular يعني hypotension او dyslipidemia او غيرها و GI symptoms. واخيرا consider anaphylaxis اي patient ياخذ non allergen exposed to non allergen وجا hypotension. ال management ماتي two lines. First line open airway give oxygen decontamination epinephrine with three ways IM بالبداية repeated doses ما استجاب او من البداية هايبوتنسيف اي في اذا ما استجاب الاي في بلس انفيوجن اي في فلويدز حتى تعبي التانكيات البيشنت اللي ما يستجيب للفيرست لاين ميديكيشن او سيريس رياكشن عنده ممكن سكند لاين مثل ايش انتي هيستامين انتي اتش 1 انتي اتش 2 كورتيكوستيرويد هيدروكورتيزون كاكزامبل برونكو دايليتر مثل نوبلايزد البترول فيزوبريسرز اذا كان الابينفرين انفيوجن بي سايد افكتس بدل بانذر فيزوبريسر الجلوكاغون البيشنت اللي ياخذ بيتا بلوكر وعنده هايبوتنشن دزنت ريزولف نعطي الجلوكاغون اخر شيء اقول لك البيشنت اللي انافلاكسز عنده تريد تسوي له ديسشارج اذا صار ويل اذا صار بقى ان ويل البيشنت راح يدخل اي سي يو لا او انتوبيتد او ان ويل راح يدخل اي سي يو البيشنت لا والله صار ويل عادة patient after observation period و symptom free ممكن تسوي له discharge بس من تسوي له discharge نطي epinephrine auto injector اللي ما موجود عندنا او على الاقل prescribe it زين اكو adult و اكو pediatric auto injector تقول لي اذا صار عندك symptom انشخها بالفاي باللاترال ثاي زين يرلي وطبعا نطي instruction to avoid exposure to allergen ونطي 5 to اللي عنده severe reaction 3 to 5 days course of oral corticosteroid antihistamine وكان الله يحب المحسنين زين good night وشكرا جزيلا لإصغائكم.